ابنه اثنيناتهم موجودين معنا بالاستوديو. اسامه الخطيب اهلا وسهلا فيك، ابراهيم اهلا وسهلا. اسستوا فرقه اسمها جيلان. مع خالد العبد الله وابنه ادم كمان صح. وانت اسامه وابراهيم صح. اسم على مسمى يعني جيلان صحيح. اول شيء بدي عايدك، بدي اقول لك ينعاد عليك والله يخلي لك ابراهيم. الله يخليك. ومين كمان؟ وليليا. وليليا كمان من حيّة لليليا، يعني أنت أبو إبراهيم يا أسامة. وإبراهيم معك كمان مرافقك بهالمشوار الفني كتير حلو، حتى باسم هالفرقة إبراهيم جيلين. مين اللي طلع بالفكرة، الجيل الأول أو الثاني؟ الجيل الأول. الأول الأكبر. أنت فكرت أنت وخالد العبد الله؟ إيه طبعا، أنا وخالد صحبي منذ الطفولة، يعني بلشنا بالموسيقى سوا وسابت، بعدين الشباب تعرفوا على بعض بس هو بيعرفوا ان احنا اصحاب انا وخالد، فاني كانوا بنفس المدرسه وكانوا اثنيناتهم بيلعبوا موسيقى، وسابت انه صرنا تعرفوا على بعض وعرفوا ان احنا نعرف بعض فصرنا نتسلى. وردتوا الفن والموسيقى والاحساس العالي. ما بعرف اذا وردتوا ولا هو فات. هو كان بتحس ابراهيم اكثر غير مباشر، يعني انا فتت وكنت بعرف طبعا بالفن، وبي كان يعني انا متابعه وين ما بيروح بالشغل، كنت انا صغير كان برافقه، يعني ما كان عندي غير شيء يعني، فدايما بشوف. ما كان عندك خيار غير انك ما كان عندي خيار مجبر. ايه بس كنت بالاول ما كتير حس بالانتماء للموسيقى وهيك، انه كنت عم شوف وكان عادي وكان شيء ماشي يعني. مش هو وجهك تتعلم موسيقى مثلا او تدرس شيء آلي او هو بالاول مبلا، بس كانت مثل فرض علي. ايه؟ فحسيت فانت مثل واحد بيرفض الولد انه عم تفرض علي ما بدي. ايه بعدين شوي على شوي لاحظت انه بحياتي انا ما في شيء تاني عامل لي هيدي السعاده غير انه العب موسيقى فعلا، بس لانا حطيت مجهودي فيها وبس لانا طلع مني شيء بالموسيقى، حسيت انه هيدي هي المسيره اللي انا حامشي. هيدا شغفي، هيدا هو الشغف. واحد اوقات ما بحس فيه غير ما يوصل لنقطه معينه، لمرحله معينه، ويعمل انتاج معين صح. فيها. بترافقوا بعضكم بشو؟ غناء اثنيناتكم؟ لا اثنيناتنا ما بنغني. عن جد؟ ابراهيم يمكن ابراهيم الدرامر وانا بيسست، ادم وخالد بيغنوا اثنيناتهم. اوكي يعني خالد صوته حلو وورط الصوت لادم. حلو. نحن درام اند بيس. درام اند بيس. بتتشاركوا كيف مثلا تنقول في شو معرفنا هالنوع من الموسيقى، كيف بتقرر تنقول اسامه انه هون بهالمطرح بالذات بده يرافقك ابراهيم؟ هلا انا احيانا بفرض عليه انه يكون معي اغلب الشغل، لانه برتاح كثير بالشغل معه، مش لانه ابني، لانه بالموسيقى ما في واسطات طبعا، بالفن اجمالا كله ما في واسطات، يعني يا بيكون شاطر يا مش شاطر، فلانه بيريحني بالشغل. بس بعدين اخذ قرار انه انا ما بدي اشتغل كل الشغل، انا في نوع معين بالشغل بدي اشتغله معك. مش كل شيء يعني بجيلان بفانكشناليتي، يعني عندنا كذا باند، فانه هون وهون انا بشتغل. اوكي. هيدا بيريحني، فقالوا نحن كثير بننسجم اثنيناتنا الات ريتم، فانه قراب من بعض. الالات قراب من بعضها، بتحس نفس الشعور ابراهيم؟ ايه طبعا. عم بيقولوا الوالد؟ اكيد، هو العلاقه بالباند اجمالا بين الدرام والبيس لازم تكون صح. وطيده. صح كثير يعني. كثير وطيده. هني انتوا علاقتكم بالحياه وطيده؟ ايه. ايه في مش كل شيء بالشغل انا في اتسلى فيه والعب، ف
في كم شغله ممكن انا ما اتفق معه عليها وفي كم شغله نحن فينا يعني صح تعطي رايك فيها. اكيد ترفض قصص اكثر ما بتقبل او ما كنت قبل لانه كنت بعدني مقلع شوي فكان لازم اجرب كل شيء شوف كل السوق وانا اقرر باي سوق بالضبط بدي فوت وكرمال كمل مزبوط بطباعك شو اخذ من اسامه شو تضحك بيك يعني في كثير في هيدي البرفكشنزم اللي بالموسيقى اللي نحنا دايما نتفق عليها في ستاندرد معين دايما نمشي فيه ما فينا لا نوطي عنه وما كتير كتير نعلي عنه فهيدي اخدها منه أنا أسامة ليه ضحكتك فكرت بطبع معين يعني هيك بدك توصفه فيه لإبراهيم لا هو ده بيشبهني كتير ودايما بيعمل لي هيك مراجعة لكل حياتي بس شوف كيف عم بيعيش هو حسب ما كان قايل لنا الحكيم انه بيخلق ب 16 اكتوبر اوكي على توقيته 16 اكتوبر وعيد ميلادي عيد ميلادك انت اوكي فبكر كم يوم اجا ب 11 ب 11 يوم عيدي انا فعلا انا غلقاني ب 11 اكتوبر بكر كم يوم يعني مش خمسة أيام خمسة أيام أوكي أنت كنت ناطره يكون هدية عيد ميلاد لا أنا مش ناطر شيء فالحكيم هو عم بيحدد إنه مفروض بستة أشهر إنه لا مش معقول يكون هذا في صدف يعني فإنه هو بكر شوي هيك زعبر على الحكيم في مش الحال مستعجل شوي إيه مستعجل بتقول إبراهيم اليوم إنه تخلق يعني ببيت أسامة الخطيب هو اللي دفشك أكيد بدون ما تحس مثل ما كنت عم بتقول أول شيء بيك طبيعي أنه يرشدك تدرس موسيقى بيشوف الموسيقى بمكان ما أنت رفضت بس يمكن هيدا الشيء أنت باللاوعي يعني أنت عم تسمع كل الوقت لا شك أبدا يعني أنه في خبرية خبرني إياها بي إنه هو بس لأ أنا كنت ببطن والدتك كان يلعب موسيقى وكان في مقطوعة معينة يحطها وبس للعبها بعد ما أنا خلقت قال لي خبرية إنه أنا تأثرت كتير وبكيت حلو فبفتكر هيدي القصة يعني بس تنعاد براسي دايما بتذكر إنه أنا عندي الشرف إنه أكون خلقان ببيت بتأمن كنت أسامة إنه إبراهيم عم يسمع عم يربى على الموسيقى حتى ولو هو جنين ايه طبعا يعني انا من ضمن الاشياء اللي كتير كنت جرب سمعه اياها هو وجنين انه في باخ وفيفالدي وقرآن فحب انه يكون لانه هول الاصوات بيسمعهم البيبي وانا شوي هيك كنت مطلع على الموضوع انه السمع بيعلق بالذاكره ما بيكون عم بيفسر لانه ما عنده ريفرنس عليه بس انه بيعلقوا بالذاكره وفعلا بعد ما خلق بس حط اي شيء من اللي كنت سامعه اياه هو جنين تحسه بيتفاعل كان يدمع ويعني مش يبكي زعل بكي تاثر فكان كان ملفت جدا لإلي هذا الموضوع اصلا هيدي دراسه علميه يعني بتقول هالشيء اسامه طبقها يعني عليك ابراهيم ليليا شو وضعها بالموسيقى والفن؟ ليليا فايتي متعمقه اكثر بالرقص وكل مشتقاته يعني بلشت موسيقى بالاول بس ما كثير حبت لانه حست انه مجبوره فيها شوي بتحب الموسيقى طبعا وهي قررت تلعب بس لقت حالة أكتر بالرقص وعندها هيدي الليونة وصارت بكل أنواع الرقص من باليه لجاز لهيب هوب فهلأ كتير وعم تدرس ببرشلونة بمعهد فني حلو يعني تحية لهالبيت الفني أسامة العريق ومبروك لهالفرقة الموسيقية حلو بتتوقع أن تجمع أجيال بعد هالفرقة ينضم حدا بعد لألكن ان شاء الله بهمة الشباب انهم خلفوا لنا وجيبوا لنا بكير للحقهم بدك تختار له تعيده لأسامة اختار له انت اللون اللي بفضله ما بعرف الابيض اما الاورانج والاصفر وشو عبالك تقول له هيدي فيها خضرة ثانك يو بدي اقول له لبي انه ما في عبر قديش في اشكره انه فوتني على مجال الفن ومن دون هذا من دون الموسيقى انا حياتي فاضي كليا يعني اذا انا ما عندي شيء ما عندي آلة العبها وما عندي ديني موسيقيه ما بحس في كثير اندمج
ومتأخر مع حياتي. ف وي لاف يو أسامة الخطيب. أهلا وسهلا فيك. شكرا إبراهيم. جود لك يعني بكل شيء بتعمله سوا. أنا بحب أعيد كل البيات وخاصة بهذا الوضع الصعب، كل البيات اللي خسروا أولادهم، كل الأولاد اللي خسروا بياتهم، إن كان بغزة أو بجنوب أو بأي بقعة على هذا الكوكب صعب كتير. فنحن مش عم نعيد، منقول شكرا لكل بي تعب وشكرا لكل ابن حافظ على هذا التعب. حلو، شكرا للرب فعلا على نعمة الأبوة والأمومة. أهلا وسهلا فيك أسامة الخطيب إبراهيم.